بدأ الباعة المتجولون اليوم في الدخول إلى المبنى الجديد أو العنقار كما يسميه البعض، المحاذي للسوق المركزي والذي هيأته الجهات الوصية لهم من أجل التمركز فيه وعرض بضائعهم التجارية بعد أن عانوا حملة أمنية واسعة فرقت بينهم وبين أزقة السوق التي ألفوها مكانا لنشر بضاعتهم وعرضها أمام المتسوقين. الحسن محمد الأمين رصد المبنى الجديد وجس نبض القادمين إليه من باعة ومتجولين في التقرير التالي. من سفوح السوق وأزقتها إلى ظلال هذا المبنى الجديد تتقاطر جموع الباعة المتجولين بعد أن أنهكهم التلفح بحر الشمس ولهيب الحملة الأمنية التي استهدفت معاشهم ومصدر قوتهم، خطوة جديدة أقدمت عليها السلطات الموريتانية درءا لمفاسد الازدحام على أرصفة السوق الكبير في عمق العاصمة وتعويضا لمن فاتهم قطار الالتحاق بمتاجر السوق وعجزت عنها طاقاتهم، وإن بات السخط حاضرا في يوميات الباعة المتجولين ومشهدهم الجديد. احنا مواطنين ضعاف وكنا نازلين على الشارع وزا الله خيرا بنادنا عناك واعطاهم الوحده وكل وحده يعطوهم ما نزلوا ذاك اللي يلا رقاش نعطي لهم يعطي ونص وطالبه منه انه الشارع لا تنزل منه رقاش يا قال لا تبقى رقاش لا يبقى رقاش وحد عنده بلاصه ومشى عنها يلومنه 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 ويحبسوا 15 يوم يا غير كله ينزل في المشارع ويجي عبد العزيز يزيدوا لنا البلاصه البلاصه شوي ما هي مقعدتنا. شكاوى من بين اخر ارد منها اهلها التحسين من وضعيه بات ضيق المكان وانزواء البضائع فيها عن عين الناظرين ابرز ملامحها المنذره بعوده الازمه بين الباعه والجهات الوصيه. لابد ان نفازل للعناقل تخلق فيهم تعديلات. تعديلات شنو؟ هذا العناقير الحقيقة هنا حبس هنا ما يقدر ينزل يمشي ولا بد لهم يدخل فيهم وضع ما هو موجود حالا فيهم ولا بد لهم كرو حالات استثنائية قد حد كل حد يعدله قال لا أن ذي البلاصة بحد ذاتها هي ما يمز شيء. رغم كل تلك الشكاوى والانتقادات إلا أن في الجموع من وجد في الإنجاز الجديد ما يستحق التقدير، وبين هذا وذاك تظل بناية العنقار كما تحلو لأهلها التسمية شاهدا على تحرك ما للسلطات الموريتانية في اتجاه التحسين من وضعية السوق ومرتاديه، ولسان حال أهلها يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. لقناة الوطنية لحسن محمد لمين.